فاروق تشنشون اسم سطع نجمه في فترة السبعينات والثمانينات، إذ حمل راية العراق في أولمبياد موسكو عام 1980 في لعبة الملاكمة، وأحرز من خلالها تصنيفا يصفه بأنه الملاكم رقم 5 في العالم بوزن 63 كيلوغرام، وأحرز لقب بطل آسيا والعديد من الميداليات الذهبية في مختلف البطولات. بداية فاروق تشنشون يمكن يعرف أكثر الناس في نادي العظمية الرياضي سنة 1965. فاروق تشنشون سطر نتائج يفخر بها العراق ويفخر بها كل عراقي ويفخر بها كل شريف حب الملاكمة العراقية ويفخر بها كل ملاكم عراقي في البطولات العربية والآسيوية والقارية والأولمبية، ولي الشرف الكبير أنه قدم واعتبر ثاني أفضل رياضي بالنسبة للرياضة العراقية الأولمبية بعد المرحوم عبد الواحد عزيز. تشنشون يتحدث بمرارة وهو يصف غياب الدعم الحكومي له خصوصا وللعبة الملاكمة عموما وكيس الملاكمة الذي طالما اهتز بضرباته وقاعة التدريب التي تفتقر إلى الكثير من التجهيزات كانت خير شاهد على غياب الدعم. العراق مع شديد الأسف رغم إحنا بلد ثري وبلد نفطي وبي رياضيين ذو مواهب رائعة، ولكن هاي لكن كاتلتني بهالبلد. أنا أذكر لهم إياه أنه يدعمون الرياضي بشكل كبير، لأن الرياضي أثنى حياته وزهر شبابه لخدمة هذا البلد، لخدمة الرياضة العراقية، وما يعرف غير الرياضة. هل يا ترى الرياضي رح يشتغل عماله؟ هل يا ترى الرياضي رح يشتغل بالمجاري؟ هل يا ترى الرياضي يشتغل فلاح؟ ما يقدر، ما يعرف إلا التكنيك والتكتيك والمطاولة والشدة وإلى آخره، وديفني حياته صبح وعصر تمرين عنده. تشنشون الذي يعمل حاليا مدربا للملاكمة في نادي العظمية الرياضي يحظى بتقدير واعتزاز أبناء هذه المنطقة، إذ يعتبرونه بطل منطقتهم يشاركهم أفراحهم وأحزانهم وألعابهم، والحال نفسه مع زملائه المدربين. فاروق مدرسة بالأخلاق ومدرسة بالفن النبيل، مدرسة بالملاكمة، وتاريخ يعني جميل جدا بالمنطقة، جميل بنتائجه، جميل بمحبته ووطنيته للبلد، جميل بأخلاقه وتربيته وأخلاق أولاده الرياضيين وأخوانه أيضا، وجميل بأمه الحجية اللي احنا كلياتنا نتأثر من نشوفها تحضر الوحدات التدريبية مالته، ودائما هي يعني تعتبر أم وزميلة وحبيبة لفاروق تشنشون. حظي فاروق بدعم المحيطين به وخصوصا والدته الراحلة التي دأبت على حضور جميع نزالات ولدها بنفسها لتشجيعه والدعاء له، وقد أجرت إذاعة العراق الحر لقاء معها قبيل وفاتها. جو تبوس بي، تبوس برأسي، تبوس بإيدي، يا با الله يحفظكم، الله ينصركم، اندعيت لهم محفوظين بالله والاثنعش إيمان، واندعيت لهم وراحوا. خاض تشنشون نزاله النهائي ضد بطل كينيا عام 1984، وتكلل النزال بفوز تشنشون بالضربة القاضية، وهو من ذلك الحين يعمل مدربا وحيدا يواجه صعاب الحياة، خصوصا بعد أن غيب الموت أول من شجعه ووقفت إلى جانبه حتى آخر أيامها في هذه الدنيا، فيما نزاله مع كيس الملاكمة لا زال قائماً.